مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. قبل مشاهدتك للفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد اخبارنا. نفى مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر تصدير المغرب لملايين الكمامات وأجهزة التنفس الاصطناعية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير في تصريح لجريدة مغربية أن كل ما نشر على لسان أحد الصحفيين الفرنسيين هو مجرد خبر خاطئ، وكان صحفي فرنسي قد نشر في تدوينة على حسابه بالفيسبوك أن نيويورك توصلت بشحنة ضخمة من الكمامات المغربية في انتظار توصل ولايات أمريكية بعشر ملايين كمامة، بينما طلبت دول الاتحاد الأوروبي المغرب بعشر مليارات كمامة. هذا وكان المغرب قد استطاع توفير اكتفائه الذاتي ضمن بلدان محسوبة على رؤوس الأصابع في العالم من الكمامات الواقية ضد فيروس كورونا.